موريتانيا صاحبي موريتانيا. تحدث مع مصريين مستحيل الجزائر تربح يا أستاذ يا مؤمن. المغرب هي راح تربح، تونس هي اللي أقسم بالله واحد ما كان بالك يمكن يخليك شي واحد يقول لك المزيفة هذيك أنا ما نحبهاش، حق ربي ما كانوا حابين ندوها. حبس 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 قبل ما نبداو، السبونسور ديال هذا الفيديو هو وان اكس بيت. وان اكس بيت هو واحد البلاتفورم اللي تقدر تربح فيه المال، ولا بغيتي تسجل الرابط راه كاين تحت من هذا الفيديو. الا دخلتي ودخلتي هذا الكود برومو اللي هو خالد بي كتربح 130 دولار اللي هي 26000 ريال. السلام عليكم الاخوان، راه حشومه وعيب وعار نتشفاو في جيراننا، هذوك راه جيراننا يعني عيب. موريتانيا صاحبي موريتانيا موريتانيا، واحد خرج قال لهم حنا الا غلبتنا موريتانيا دينا بطو الريدو، واحد خرج قال لهم الا غلبتنا موريتانيا نمشي على رجلي من هنا حتى الجزائر. ودابا واش غادي تطبقوا داك الشيء موريتانيا؟ اجيو الاخوان اليوم غادي نشوفوا قرباله بين الاعلام الجزائري بعد الاقصاء، نضر روينه دابا عندهم في الاتحاديه الجزائريه، في الاعلام ديالهم، في الشعب ديالهم، في الجماهير اللي في الكوت ديفوار بغاو يرجعوا ما لقاوش باش يرجعوا. الفلوس كاع اللي جابوه شراو به البنان. الناس محرومين محرومين، الناس ناس مشاو تما ضرهم الجوع. على بركه الله نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا، على بركه الله اول فيديو. ولا خسرنا مع موريتانيا. مع الموريتانيا يعني قلت لك نحبسوا كره قدم في الجزائر، نحبسوها نغلقوا، قال نهبطوا كاع اللي يريدوا تاع كره قدم، واحد ما يجي يتكلم امام البلاط. شتي شتي راه هادشي باش ما عمركم توصلوا، هاد الحقره هادي والتعالي، وحنا شواكر افريقيا. موريتانيا علمتكم كرة، هذا ما نزيدوش نجوله كاش واحد خلاص نغلقوا ندوروا حاجه واحده اخرى، نروحوا للهوند ولا حنا كومون الهوند تاعنا حاجه كبيره. هم ربحوا اليوم نفيليسيتيوهم او نحبسوا رضوان، والله الحقيقه والله قال لي نحبسوا نمشيو للهوند. طال هوند جربوا الكره الحديديه، الكره الحديديه لعل وعسى، واخا تجيو واخا تجيو مع المغرب دقدقكم المغرب في الكره الحديديه. شفنا اش دارت في كاس بطولة ايه بطولة العالم في فرنسا ياك، راك في المستوى. دوزو الفيديو اخر. باي 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 ماشي لاي لاي، يقولوا باي 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 للجزائر المغاربة مطلعين بها. ومطلعينها بكم. شوف بلا ما تحاولوا تضحكوا على المغرب الى التقصى، بعد المغرب راه داز للدور الثاني، حنا عادي نتقصى ونتقبل، حنا كنتقبلوا الاقصاء. ملي كيكون الاقصاء كنجلسوا اطابل نشوفوا فين العيوب ديالنا، فين المشاكل، فين داكشي اللي درنا اللي ما خصوش يدار، فين الحاجه اللي خصنا نصلحوها، الحاجه اللي خصنا ماشي بحالكم انتم. كيجيو قال لكم موريتانيا غلبوها، شي قال لهم 4-0، شي قال لهم 3-0، شي قال لهم 5-0، صدقتوا كطلبوا غير التعادل. وفي التالي كلشي كيطلب الفار، كلهم كيطلبوا، الطبيب كيطلب الفار، المعيد كيطلب الفار، حامل الامتعه ديالهم كيطلب الفار، الشيفور ديال الكار اللي جابوهم كيطلب الفار، مالكم على حالتكم. باي باي ليش؟ عرفتي شكون اللي خلاكم انكم تقصوا بهذه الطريقه هذه؟ هي ان الاعلام ديالكم دخل اللعابه تاعهم داكشي ديال المؤامره والقجع والكولاسه والفار والتحكيم، ولاو غير كيتقص شويه غير كيهضر معاك الفار الفار الفار. انت جمع راسك اشوف الفار. دوزوا الفيديو اخر. هو هذا، ندوزوا الفيديو اخر. بعد الكلب جوار ما عرفنا دابا دار واش راجل ولا مراه، شنو رجل ولا مرا؟ غادي نشوفو نشوفو ندو بعد الكل. شوف 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 ربي فيها الجوار، شوف ربي فيها الجوار، شوف ربي فيها الجوار. هذا مش الاعلام، هذا الاعلام ما عندهم في الوطنية، ما لعبوش ما لعبو بالماضي، ديكاج بالماضي، ديكاج ديكاج ديكيب قاعد تبدل ديكاج، ولاو كيطلبوا كل شيء ديكاج. دير ناس لعب لاعب موريتانيا تربحنا، انا مش لعب موريتانيا. شتي الحقرة شو الحقرة، موريتانيا تربحنا شو الحكايه؟ ايوا بصح ليكيب ناسيونال هذه، هذا الماضي ضيعتنا، ضيعتنا منها الكاميرون، انا قلتها لهم
وانتقدوني ضيعتنا من هالكاميرون خسرنا في بلادنا ما كاينش خطرات هادي بردوا غير كره هادي يا الكراغله ياباني كرغلوش ديما بدا نعطيكم في الدروس هادي غير كره هادي غير رياضه ويتقلق في ديك اللحظه فاش سال الماتش ولكن من بعد نساو صح واش ما عندكمش الحمد لله على النسيان وعلى على العقليه ديال المغربي علاش يتقلق في ديك اللحظه وكذا ولكن من بعد كيخدم عقله اخوان راه خصنا نديرو خصنا نعتمدوا على هاد اللعابه راه هاد اللعابه راه ناقصين هاد اللعابه راه خصهم خصنا الطريقه وكنوليو كلنا محللين كتمشي للقهوه كتسمع التحليل من هادشي التحليل من هادشي التحليل من لي بلاطو هنا بلاطو لي وعادي وكنتقبلوا في التيك كنخرجوا ضاحكين مسلمين كنتسلموا بعضياتنا كنضحكوا واش تي ماشي مشكل ها كاس افريقيا اخرى جايه كاس العالم جايه وما لا كتبقى محفوره في يوم حتى توصل منافسه اخرى شتي رمزه كيهضروا على الكاميرون مازال كيهضروا على التصفيات المؤهله لكاس العالم دوت بوحدهم هادو رياض واش دار لنا في 2019 صوت ناقص عنده الحصانه الى ابد الى الابد احسن لاعب وراء الخضر باللومي ما كاش خو رياض قال لهم رياض داكشي اللي دار في 2019 رياض واش دار لنا في 2019 عنده الحصانه الى ابد الى الابد عنده الحصانه الى الابد زعما ما تهضروش عليه واخا يضيع هو احسن لاعب وراء الخضر باللومي ما كاش خو رياض ما كاش اللي يدعي لك حسين واش ربح رياض واش صافي هذا قال له ما تهضر واخا كاع يمشي لنا رياض ما تهضروش عليه واخا ما يلعبش دخلوه غير يبقى واقف في التيران هكا راه عنده الحصانه اللي لا دار لنا كاس افريقيا شو على عقليات ما عمركم تزيدوا بكره لقدام ما عمركم تزيدوا بكره لقدام بهاد العقليه هذه دار رياض في التيران كان الخضر باللومي بوغ لا ليجوند اي لوغا لغة كيقول لك لغة يعني الفخامة فخامة كبيرة باللومي يلعب هكذا يلعب هكذا يهبلك يعني الحب تاع اللي عندنا الرياض محرز ما يقدر يخلي البعض كما قال لك خويا زيد يدي جاتون بلوس دو لوي سي با نورمال ماهوش مليح ماهوش مليح انا مانيش مقتنع به مي موا جو لوي دون ليمينيتي هذا لمصلحة المنتخب ايضا نقول لك علاه اسعد انا في مصر في ام الدنيا نتحدث مع مصريين مستحيل الجزائر تربح يا استاذ يا مؤمن المغرب هي راح تربح تونس هي اللي اقسم بالله واحد ما كان بالك يدخلك شي واحد يقول لك المزيفه هذيك انا ما نحبهاش حق ربي ما كانوا حابين ندوه حتى واحد ما بقى حابكم تديروا حتى شي حاجه من الايفوار ياك الايفواريين دابا بعاد علينا ما عارفينش القضيه ديال الصداع بين المغرب والجزائر ما عارفينش بعاد ولاو كارهينكم احتفلوا البارح قالوا صاف اخيرا الكراغله غادي يخويو بلادنا باي 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 الى وران سيروا خويو هزوا البنان قالوا من الايفوريين هزوا البنان غير سيروا هزوا البنان غير سيروا دوزوا الفيديو اخر وين يا صاحبي موريتانيا يا صاحبي موريتانيا ما غلبتك الغانا ما غلبتك الكاميرون ما غلبتك السنغال موريتانيا دوز الفيديو اخر الشيخ كيف وجدت حكم المباراه اليوم انا ماذا بيا نسالكم نسال ميدو سمعتوا واش قال ميدو قبل ما يهضر علي بن الشيخ عارفوا انه كيقول الصراحه وسمع اش غادي يقول له قال لك البريمير لا دوزيام فوت ما كاش بيناتي هكذا خبطت في رجلو دونك يا با بيناتي قانونيا ما كاش دونك ما نتكلموش عليها الاولى قال لك فيها الشك نعم ابار هاد اللي في الشك كيفاش دار لابارتي الاربيت انا شفته في المستوى ليش كيدوب الحكم في المستوى بلا ما بدا تبكيو ما تبكيش عليا شو ما حملوش ما كيحملوش اللي كيقول الصراحه هذاك الفيسيو ولا كان يكسر لي زاكسيون انا شفتو في المستوى ابار هادي لك تقول فيها انا مانيش بري دي لاخر ما نحكم عليها لا إيه لا 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 وحده بصح لي 90 بلس 9 لا ايت اكسيلون لاربيت ما كاش اللي منا اللي منا كان يا اربيتر مليح دركا سكافي لو بريزيدون وليد صادي ومشكور على هادشي لانه هو واقف على هادشي وهذا واجب عليه يدير لهم هاد بيكيهم شويه يعطيك الصحه قال نو باش مام لي زاربيت يتكلموا معاهم واش في خبركم ان رئيس الاتحاديه ديالهم تبعوه
تبعوه الكراغلة تما في الكوت ديفور ما فكوا غير رجليه. واش خبركم من تبعوا التدخل لشي مقر تما ديال الشرطة وعاد خرجوا البوليس كيكاليو عليه. شوف الكراغلة فين وصلوا، بغاو يطلعوا صحة. دابا حنا عاود واحد 10 سنين الاخوان الكراغول اللي هضر معاك قول لي موريتانيا كيسكت موريتانيا تبلوكي صاف. حنا دابا يقصينا اللي بغى يقصينا في الدور الثاني، تأهلنا تأهلنا، سواء لعبنا مع تونس، سواء لعبنا مع جنوب افريقيا، سواء لعبنا مع من ما لعبنا، دابا تأهلنا. اين انتم يا كراغل؟ اين موريتانيا؟ إخوان وصلنا آخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة، السلام عليكم.